مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. كيفك يا آدم؟ الحمد لله. شو بدك تحكي لنا اليوم؟ شو المفاجأة؟ كان عندنا خبز وعملنا اشي وحطيت الخبز مع اشياء وما في اشي بالخبز. قديش لهم هدول؟ ممكن سنة؟ لا مو سنة، أربعة أشهر يمكن. طبعا أحكي لكم القصة من البداية. إحنا حضرنا فيديو بيحكي عن التغيرات في الخبز بسبب غسل الإيدين، وعملنا خمس تجارب مع عمر وصاحبه، اسمه آدم وصاحبه عمر، بشهر يناير 2020. التاريخ كان 2/1، يعني ثاني يوم من شهر يناير كانوا موجودين عندنا هو وعند صاحبه. فعملنا هذا التست، عملنا تست على خمس قطع خبز، واحدة سانيتايز هاند مع السانيتايزرز معقم اليدين، واحدة بدون غسل اليدين، وواحدة مش ملموسة نهائيا يعني زي ما طلعت من الكيس، واحدة مع اليدين مغسولة، وواحدة وايبد اون جادجتس يعني مسحنا فيها التلفون والايباد. وحطيناهم احنا متوقعين كنا بعد اسبوعين ثلاثة انه يطلع عفن عليهم، حطيناهم ونسيناهم صراحة، ونسينا الفيديو هداك. رجعنا هديك اليوم بننظف بعض الغرف، كنا حاطينهم بمكان هيك بزاوية عشان ما نصيبهم او حدا يصيبهم. ان اليوم 20/4 يا جماعة، 20/4 يعني بعد 3 أشهر و20 يوم، يعني almost 4 months. طلعوا الخبز اللي بناكله ولا إشي خربان طبعا، يعني ولا عفن ولا إشي ولا واحد منه. يعني احنا كنا متوقعين إشي تاني، انه يصير في بعضها تعفن شوية واحدة أكتر، طلع ولا واحدة متعفنة، يعني اشي غريب. خلينا نشوف مثلا، نشم ريحتها. شم، حامض هيك صح؟ اشي هيك زي ريحة ال نفس الاشي، كلهم نفس الاشي اتوقع. سيم يا الريحة، شو حام اشي هيك، يعني الريحة مش كويسة طبعا، مش كويسة يعني. يعني انت لو تشمها هلا راحت الريحه صح، لانه فتحنا الكيس. بس يعني برجع بحكي انه ما كان في اير، ما كان في هواء صح. هذا الخبز له 4 أشهر محطوط برا الثلاجه، بس بالجو برا. فتهيئوا يا جماعه، الخبز اللي بنشتريه من السوبر ماركتات هذا قديش محطوط عليه مواد حافظه على الـ 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 الخبز هذا، قديش بحطوا مواد حافظه. يعني هذا احنا بنطعميه لحالنا وبنطعميه لاولادنا، واخر شيء بنقول ليش بننصح، ليش بصير عندنا امراض، ليش بصير عندنا مشاكل، ليش بصير عندنا بلاوي في جسمنا، صح ولا لا؟ كله هذا من هذه الشغلات. فاحنا خلص قررنا ايش نسوي، خبز عندنا في البيت، نحاول نخفف من شراء الشغلات هاي اللي فيها مواد حافظه من برا. وبحكي يعني بوجه هاي الرساله لجميع الاهل، ينتبهوا من هذا الشيء. الخبز اللي مشتري من السوبر ماركتات، انا بحكي عن نورث امريكا، اكيد هذا الخبز نفسه، ما بعرف اذا موجود في اوروبا نفس الشيء، اذا موجود في دول ثانيه، دول عربيه، انتبهوا يا جماعه، حاولوا تعملوا هذا الريسيرش. احنا كنا مفكرين بشغله وطلع لنا شغله ثانيه. شو رايك يا ادم؟ نعمل خبز في البيت واحسن اذا بنعمل خبز في البيت احسن من الخبز نشري بالسوبر ماركت. شكرا لكم، شكرا لك كل عمر، شكرا، سلام.